الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن المدير العام لجمارك محافظة إيلام غربي إيران روح الله غلامي تصدير 299 ألف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 69 مليون دولار عبر منفذ مهران الدولي إلى العراق منذ بداية السنة المالية الجارية. وأوضح غلامي أنه تم تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 69 مليون دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الدولي صعوداً عن 125 ألف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 55 مليون دولار التي تم تصديرها عبر نفس المنفذ السنة الماضية. وأضاف أن الصادرات الإيرانية من مختلف السلع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال 11 شهراً الماضية بلغت مليوني طن بقيمة أكثر من مليار دولار. أعلنت الشركة العامة الإنشائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في العراق توقيع عقد جديد مع شركة ساحل الخليج للتجارة لتنفيذ مشروع إنتاج طابوق الديكورات. وأشار مدير عام الشركة صبري عادي صالح إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على أرض معمل طابوق الصويرة في محافظة واسط باسم معمل طابوق الصويرة الجديد، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طابوق سنويا قابلة للزيادة حسب طلب السوق المحلية. قرر البنك المركزي الروسي التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية. وقال المركزي الروسي إنه قرر البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي الروسي. وجاء قرار المركزي الروسي في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 بفعل بدء روسيا الحرب على أوكرانيا، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في عام ونصف. وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 5.26% أو 4.84 سنتا إلى 96 دولارا للبرميل الواحد. وروسيا تعد هي منتج رئيسي للنفط، تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي قدره 10 ملايين برميل، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. قفزت أسعار الذهب أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن عام مع اندفاع المستثمرين إلى ملاذات آمنة بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا، فيما قد يكون بداية حرب في أوروبا. وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.9% إلى 1943 دولارا و86 سنتا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني عام 2021. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الأجلة 2% إلى 1949 دولارا، وارتفع الذهب بنحو 8%. ومن المقرر أن يحقق أفضل مكاسب شهرية له منذ شهر تموز عام 2020. أما الآن فانتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز بأمان الله.